فنان تشكيلي مصري، اتولد في محافظة بني سويف. دراسته كانت عن الديكور المسرحي في كلية الفنون الجميلة، ودرس فنون الزخرفة والديكور. واحد من المميزين جداً والبارعين في مجال تصميم الكتب والمجلات في العالم العربي. ألف وصور كتير من كتب وملصقات الأطفال، واللي اتنشرت بعدة لغات على مستوى العالم. حصل على جوائز كتير داخل مصر وخارجها، ومنها جائزة اليونيسف.